أجل نعم فعلت. أفعلت؟ ألفين كم أنت رائع، هذا كافي لجعلي أتخذ القرار الصائب. بالطبع مدعو وداعا. مين هدول؟ هدول ولادي. هدول مين؟ ولادي. ولادي؟ ايه ولادي. انت كنت عم تضحك عليه ما؟ انت اللي عم تضحك عليه؟ انت اللي عم تضحك عليه. حبيبتي ماما عدي هون، ديري بالك على اختك وكله بطاطا. ايه؟ مشي يا امي، مشي يا امي، تعبوها بطاطا. ايه؟ قومي تلحقني. شو استاذ قصاي؟ شو حبيبي؟ طلعت متجوز وعندك اولاد؟ لا، لقاحة وين؟ جايب لي اياها لربي لك اياها؟ لك يخرب بيتك. لا تخليني ابتلى فيكي ها، على اساس انت شو يعني؟ مو انت متجوزة وعندك بنتين؟ مو ناقص غير تجيبي لي جوزك لهون؟ ولك توقعت منك كل شيء الا انك تكون حقير ومخبي علي هيك موضوع. لا تجذبيها علي، لو كنتي صادقة انت وامك من البداية وقلتي لي انك مجوزة وعندك ولدين ما كنا وصلنا لهون. انا خصي مرتي تطلع مزوجة قبلي وعندها بنتين ومطلقة يا حبيبي. انت اصلا لو كنت واضح من الاساس ما كنا وصلنا لهون، بس ما فيك. لكن الكذب ملح للرجال وعيب على اللي بيصدق. نزلي ايدك عم لي. ما رح نزلي. نزل، لا تخليني اضربك. بدك تضربني؟ نزلي. شوفي بناتك شو عملوا. اولادك. بناتك. شوفي شوفي شوفي. فهموني. سهلا شو انتو؟ رعد رحم عليك يا ماما. كيف هيك؟ يا لطيف. قصي قوام، خذ على المشفى. بعدي بعدي بعدي. سلامتك حبيبي. سلامتك. لا تخافي، رايحين على المستشفى رايحين. لا تخافي حبيبي. شو بك طالع ركل؟ بنت لرولا جرحت رجلها. شو؟ بنت لرولا يا لطيف. وكيف جرحت رجلها؟ اي والله عم تلعب مع اولادي. ويا الصحن جرحت رجلها. عندك اولاد؟ عندك اولاد؟ اي ما صار كم سنه متجوزين. لك يا ابو وسيم خليني لحق المستشفى. لك بدي اياك. ايوه في النا الموضوع. لو اطلع خبرني لام وسيم خليها تجيب قرارها. مظبوط ولا صح حبيبتي؟ مو على اساس في صراحه بيننا ما بنخبي شيء على بعض. والله كذبك. اهدوا بقى. بس اهدوا. اهدوا ولا رح تعال. يلا اذا بدك شيء ام وسيم، هدول جننوني، بدي روح سكتهم. بعد ما بقى فيه بعدي. يلا باي باي. شو هالروايه من غير شيء خالصه؟